كتير بتيجي تبص المرايه وتلاقي التجاعيد ابتدت تظهر حوالين عينك وحوالين الفم وبشكل يبتدي يضايقك، وتبقى عايز تدور على اي بديل او اي حاجه عشان تلحق تنقذ بيها بشرتك. في الفيديو ده كالعاده هقول لكم الملخص المفيد وافضل 3 ادويه نستخدمهم علشان نعالج موضوع البشره ونرجعها زي بشره الاطفال من تاني. خليكم معانا لانه هيكون فيديو مهم جدا. وسهلا بكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل علامه الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا الطبيه واجاوب على اسئلتكم في الكومنتات. لكن خليني قبل ما اتكلم عن اهم 3 ادويه علشان نعالج بيهم تجاعيد البشره نتكلم في الاسباب اللي بتوصل البشره للتجاعيد. طبعا في سبب رئيسي اللي هو التقدم في العمر، راح هتلاقي انه ابتدت الخطوط تظهر في وشك والتجاعيد تظهر، لكن في اسباب تاني كتير بتؤدي ل تجاعيد البشرة، وانا جبت لكم اكتر 5 اسباب منتشرة جدا. اول سبب فيهم وهو التعرض الدائم للشمس. ناس كتير بطبيعة الحال بتشتغل وبتعمل مشاوير كتير في الشمس، او في ناس يومها كله بيبقى موجود في الشمس مثلا زي العمال او الناس اللي بطبيعتها بتشتغل، وده للأسف من اكتر الاسباب اللي بتسبب الشيخوخة المبكرة. يعني 70% من التعرض للشمس من اكتر الاسباب اللي بتأدي الى تجاعيد البشرة، لان الشمس بتعمل على تدمير الياف الكولاجين الموجودة في البشرة، وبالتالي بتبدأ تظهر على طول علامات التجاعد وعلامات الكبر والعجز في السن. طيب احنا نستخدم ايه علشان نتلافى الموضوع ده؟ لو استخدمت اي صن بلوك يعني كويس قبل ما تطلع في الشمس، ده هيحمي بشرتك وفي نفس الوقت يحمي الالياف من التعرض للشمس وانها تتدمر. تاني حاجه، الناس اللي ما بتاكلش بروتين او نقص البروتين في الوجبات. البروتين من الاسباب الكويسه جدا اللي بيعزز انتاج الكولاجين في البشره وبيساعد على انها تبقى نضره كده وتبقى بشكل شبابي وشكل جميل جدا، وعشان كده المهم ان انت تحافظ على نسبة من البروتين ثابته في اكلك، ويعني ما تركزش كل تركيزك على النشويات والحاجات دي، لكن تدي البروتين حقه. تالت حاجه معانا وهي سوء التغذيه. سوء التغذيه من الحاجات للاسف ليها سبب كبير جدا جدا في ظهور التجاعيد، وانا مش بتكلم ان انت مش بتاكل يعني او الكلام ده، لا انا بقول ان انت بتاكل كل حاجه لكن مثلا في التغذيه بتاعتك ما فيش خضار او فواكه. اشمعنى خضار او فواكه؟ لان الخضار والفواكه دول من الحاجات اللي هي مضادات اكسده، ومضادات الاكسده دي بتوصل لالياف البشره الداخليه وبتعالجها من اي اثر حصل فيها سلبي من الشمس او مثلا تجاعيد او طبقات ميتة، بتوصل ليها وتعالجها بشكل ممتاز جدا. وعشان كده لازم تحط في وجبتك خضار سلطة والحاجات الممتازة دي، ولازم تكتر من اكل الفواكه على مدار اليوم. رابع حاجة معانا وهي عدم النوم فترة كفاية. لما مش بتنام لفترة كفاية للأسف التجاعيد بتبدأ تظهر بشكل اكتر بكتير من الاول، لان في النوم الخلايا بتبدأ تجدد نفسها والجسم يبدأ يصلح نفسه وتنمو خلايا جديدة. عشان كده أفضل وقت لازم تنام كل يوم من 7 لـ9 ساعات. خامس حاجة معانا وهي حاجة طبعا خاصة بالولاد وهو التدخين. التدخين من الأسباب الكبيرة جدا اللي بتساعد على ظهور علامات التقدم في السن، وده طبعا هتلاقيه يعني لو تعرف أي حد مدخن هتلاقي دايما إن شكله يبان أكبر من سنه، التجاعيد بتظهر في وشه. في حاجتين مهمين. أول حاجة التدخين نفسه أو حركة التدخين بيحرك فيها الفم والعين وبيرفع الحواجب، وعشان كده بتبدأ تظهر علامات تقدم حوالين العين وحوالين الفم برضو، هتلاقيها ابتدت تظهر بشكل كبير. تاني حاجة نقص فيتامين سي. لقيوا انه فيتامين سي بيقل في جسم المدخنين 60% اكتر من الناس العادية. طيب فيتامين سي ده بيعمل ايه؟ فيتامين سي ده من اهم الحاجات اللي بتعزز برضو انتاج الكولاجين في الجسم، وبالتالي بتحافظ على نضارة البشرة. وعلشان كده لو انت من المدخنين المفروض تحاول تقلل تدخين، لان التدخين مش بس ضار بالصحه، ده ضار كمان بالبشره وبيدمر كل حاجه. يبقى كده عرفنا اهم الاسباب اللي بتؤدي لتجاعيد البشره، وان البشره تبقى شكلها مش صحي وشكلها مرهق جدا وكلها خطوط. دي اكتر 5 اسباب فعلا بيأثروا عليها جدا جدا. طيب نيجي بقى للعلاج، ازاي اعالج البشره بتاعتي؟ اول حاجه معانا وهي حاجه مهمه جدا جدا وهي كبسولات فيتامين اي
دي حاجة ممتازة جدا يا جماعة، اللي هي فيتامين اي، او بالعربي هتلاقيه فيتامين ه. فيتامين اي ده ممتاز جدا ان هو بيعزز انتاج الكولاجين وبيقلل ظهور الخطوط، ومش بس كده كمان من احد مضادات الاكسدة. علشان كده تجيبوه، والاسعار هتظهر قدامكم يعني على الشاشة. ده ممتاز جدا جدا. بالنسبة للكبسولات بتاعته زي ما انتم شايفين عبارة عن كبسولات جيلاتينية شكلها جيلاتين. طيب هستخدمه ازاي؟ هل عن طريق ان انا اخده بالفم؟ لا خالص، ان انا هجيب الكبسولة كده واطلعها وهجيب ابرة اكون معقماها او غسلاها كويس جدا جدا، واخرم خرمة في الكبسولة، تمام. وبعدين تبدأي تنزلي منها السائل اللي هينزل، او زي ما انت شايفة كده سائل جيلاتيني ممتاز جدا جدا جدا. كل يوم هتدهنيه على البشرة بشكل كامل، ده حلو جدا وهيفرق. بس اهم حاجة تلتزمي كل يوم بالليل هتفضي الكبسولة دي، سواء كبسولة او كبسولتين على ايدك، وتبدأي تدهنيهم على بشرتك وتنامي وتصحي بيه الصبح، مفيش مشكلة. هتلاقي بشرتك بقت حلوة جدا جدا، وهتبدأ تتعالج وتشوفي يعني تحسن ملحوظ جدا. تاني حاجة معانا وهي حاجة كويسة جدا، وهو البنسينول كريم. البنسينول كريم يا جماعة ده ممتاز جدا جدا جدا، علشان يعمل ترطيب للبشرة ويدي مرونة للبشرة ويحميها من التجاعيد. وكمان مش بس كده، لو في اي خطوط فاضية هو بيملاها، وسعره 9 جنيه، يعني ارخص حاجة موجودة في السوق اصلا. تستخدميه كل يوم بالليل في نفس الميعاد وتدهني بيه على وشك، هتشوفي قد ايه تأثير حلو جدا جدا. يعني كل يوم ترطيب وهتلاقي بشرتك ناعمة وحلوة جدا، وسعره بسيط جدا جدا. تالت حاجة معانا وهو السي ميكس سيرم. والسي ميكس سيرم ده ممتاز جدا جدا، لانه فيه كده مجموعة او تركيبة حلوة جدا. اول حاجة فيه مجموعة زيوت حلوة جدا جدا للبشرة، تاني حاجة الكولاجين، تالت حاجة فيتامين سي، رابع حاجة الهيالورونيك اسيد. فبالتالي هو حاجة مفيدة كده وتركيبة جميلة جدا جدا للبشرة. هنستخدمه ازاي؟ بيبقى على الطرح، هتحطي على ايدك من 5 لـ7 نقط طبعا حسب الاستخدام، وترجعي راسك ورا وتبدأي تدهني في حركات دائرية لغاية لما البشرة تشرب السيرم، كل يوم بالليل في نفس الميعاد. اي حاجة من الحاجات دي لازم قبل ما نستخدمها اكون غسلة بشرتي بالغسول المناسب او بالصابونة المناسبة، وتكون خالية من الشوائب، وابدأ احط لها البنسينول، او احط لها اللي هي المادة اللي بتبقى في الكبسولات الفيتامين اي، او احط لها السي سيرم. هحط اي حاجة من الحاجات دي وانام بيها، والصبح تاني يوم اغسل وشي وعادي احط الصن بلوك وانزل في الشمس. التلات حاجات دول يا جماعة ممتازين جدا، سواء البنسينول او الفيتامين اي، دول حاجات ممتازة جدا. وبرده معاهم السي سيرم حاجات حلوة. والخلاصة، بدل ما تروحي بقى منتجات البشرة ما بتنتهيش، دول افضل تلات حاجات موجودين، ويعتبر سعرهم كويس. يمكن سي سيرم اعلى سعر، لكن بالنسبة لاي حاجة فيها كولاجين او اي حاجة هتلاقي السعر فرق، والسعر غالي جدا بالنسبة له. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم وتكونوا استفدتوا. لو عندكم اي سؤال سيبولي اسئلتكم تحت الفيديو، وانا هجاوب على كل اسئلتكم. واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجديد في احسن صحة واحسن حال. باي باي.